تفاعلية كازاكا هي الميزة الرئيسية لأدب الأطفال الحديث. تنافس الناشرون الألمان على استخدام التقنيات من خلال نشرهم للكتب التي تعرض المقاطع المصورة والنماذج الحجمية، كما وتلقى رواجاً الكتب الصوتية للأطفال. يمكن للأمهات الآن أن يشغلن لأطفالهن هذه الكتب قبل النوم بدلاً من أن يقرأن لهم الحكاية، فيما يؤكد بعض الناشرين على ضرورة الحفاظ على كتب الأطفال بنسختها الورقية وتعويدهم عليها. يوجد لدينا كتب مصورة للقراءة في السرير. عندما يضع الآباء أطفالهم في السرير للنوم ويعرضون عليهم الكتب ويقرؤون قصصا قصيرة عنها، لدينا للأطفال كتب كهذه من الكرتون، يمكنهم اللعب بها وهم يحبونها كثيرا لأنهم يستطيعون تمزيقها ولمسها والشعور بها، وهذا أمر جيد جدا لأنها لا تفرض عليهم توخي الحذر ولا تدفعهم للخوف من أولياء أمورهم. يقول مدير أحد أكبر دور النشر من المشاركين في التفاعلية أنه يجري سنوياً إصدار ما يقرب من 2500 كتاب جديداً للأطفال. تتصدر المبيعات الكتب المطبوعة على شكل ألغاز وكتب الألعاب الكرتونية، كما تباع بشكل جيد الكتب المحتوية على أنشطة مثل الملصقات أو التلوين. بدأنا أيضاً بإصدار ألعاب الطاولة لأنه من المهم جداً للأطفال لترفيهها أثناء عملية التعلم، وهو الطريق الأفضل برأينا. شغل أدب الأطفال مساحة كبيرة من واجهات الجناح الوطني الأوكراني، ويقاسمنا ناشر من مدينة لفيف أسرار إصدار الكتب التي يعشقها كل طفل. تحتاج إلى فكرة لنشر عمل شعبي للأطفال يباع ويرفه عنهم. على سبيل المثال، ابتكرت أوكسانا بولا سلسلة تحتوي على رسومات لا تصدق تحمل اسم عالم توكوني، هو عالم المخلوقات الغامضة التي تساعد الحيوانات في الغابة. المؤسسة الأوكرانية كازاكا التي تنشر كتب الأطفال مرفقة برسوم توضيحية تحمل شهرة عالمية، فازت ثنائي الفني زوجين رومان وأندريا هذا العام بالجائزة المرموقة في عالم كتب الأطفال التوضيحية بولونيا إيوردز على كتب هكذا أرى وبصراخ بهدوء بهمس. نحاول في هذه الكتب أن نعرض عالم الأصوات والأشكال وإظهار الصمت والظلام أيضا. نحن لا نعرض الأشخاص الذين يسمعون ويرون فقط، بل والأشخاص الذين لا يسمعون ولا يرون أيضا. نحن نولي الكثير من الاهتمام للتضمين ونتحدث عن لغة الإشارات وعن طريقة برايل. تمضي مؤسسة كازاكا الأوكرانية في نشر الكتب الرقمية، فحظيت بشعبية كبيرة أليس في بلاد العجائب وأليس خلف المرايا التي تحيا صورها عند توجيه عدسة الهواتف الذكية إليها. ولقد ابتكر التطبيق الواقعي المضاف هذا على يد المطورين الأوكرانيين، وينوون إصدار 12 كتاباً آخراً بهذه التقنية في العام المقبل.